بيسبول ميكس اخر جزء من الحصه نتاعنا اليوم. باش نحكيو على ملاعب تعرفوا مليح انت سي علي الكعبي، نحكيو على قصي معشا. فرحنا برشا اليوم شفناه في قائمه هبطتها صحيفه الجارديان البريطانيه ضمن افضل 60 موهبه في العالم من مواليد عام 2007. تفاجئنا الحق بالشيء هذا، لكن انت يبدو تعرفوا مليح الملاعب هذا. نعرفوا مليح بصفتي وظيفتي كمستشار وطني في الجامعه ولاهين لاعب بالشبال كل نتاع النخبه. اللاعب هذا يلعب يعني اني ليد دروا غوشي قوي على الساق اليسار ويدخل البينتري وفيزون دو جو كبيره، تكنيك انديفيديوال كبيره. خذا ماير جوار في اليوناف في الجزائر في مع 2007 و 2008 خذا ماير جوار وطلع كان موجود في الافكتيف نتاع الاسبيرونس اكبر مع في البريباراسيون دافون سيزون، لعب حتى ماتشات اميكو وموجود توا في الليست نتاع الاو 20 شهاب اللي باش تلعب التصفيات كاس افريقيا. ولهنا نقول لك ملابي عنده قيمه كبار، حكيت عليه وقت صار الافتتاح نتاع البرو شهاب مع طارق ثابت وقت مازال هو موجود في الوحده وطلعوه وعملوا له حتى ذول كونترا باش يستحفظوا عليه خاطر ستان جوار. كي تشوف انت توا جريده اجنبيه حطتهم الستين الاولانيين في العالم كملاعب كبير، ما اعتقد ان شاء الله يكون عنده كارير حاجه بركه. يلزم يستحفظ ونيفو مونتال، يلزم التوجيه، يلزم يجيريوه مليح في الترجي. سان جوار كي بوكو دو كاليتي كبيره وينجم يكون مستقبل كبير للكره التونسيه. اسلام نضيف حاجه مهمه جدا، هو عمليه احداث إدارة رياضية مش فنية في الاتحاد التونسي كرة قدم اللي كان واقف فيها سليم بن عثمان. هنا اسكو لي دوني تحكي عليهم علي الكلهم موجودين وإلا مشاو مع سليم بن عثمان ومشاو مع علي الكعبي؟ اسكو عنا ان ديبارتمون خاطر يلزم احداث الديبارتمون هذا كيما عندك انت سامحني كان عندنا بلاتفورم في الديريكسيون تكنيك. فوالا باش نحكي لك نجاوبك. فوالا كان عندنا باش نحكي لك الحق، كانت عندنا ديريكسيون تكنيك، كان عندنا بلاتفورم نحطوا فيها لي دوني كل لازم تبقى في بالك. كي مشى صغير زويته ما عادش يخرج حد شيء في البلاتفورم الا لونيون. كي جاء سي اسكندر وكلمنا حتى سي حسن مالوش اللي هو يشرف على الاداره الفنيه ويقول انا خاتيني وانا من الفيفا نجي ونمشي يعني كلمنا قلنا له يلزمنا نعاودوا نحطوا البلاتفورم هذا باش كي يمشي علي الكعبي بالضبط يمشي ناجح التومي يمشي اسكندر يمشي سليم بن عثمان يبدا البلاتفورم تبدا فيها لي دوني كل هذا باش نخدموا عليهم وليزونترونور وستاف المستقبل يخدم عليهم. خلينا نرجعوا للملاعبي، كنا حكينا عليه في الصيف برشا كلام باهي تقال عليه قصي معشا في التحضيرات نتاع ترجي الفريق الاول كيف المقابلات الوديه تحكي عليه برشا ملعب. ينجم يكون عنده بلاصه اليوم في الافكتيف نتاع ترجي في التشكيله نتاع ترجي، لكن المنافسه كبيره بوجود مكوانا ريانساس في بلاصته. اخزر كادا 2006 خذا فرصه، نعتقد مش سهله ترجي باش تلعب توت سويت، يلزم ساعه يقرب يتحاك معاهم يلعب الماتش تاميكو يدخل البنك يدخل بشويه بشويه باش ما نخسروش خاطر اسبيرونس راه مش سهله. برشا جوالات خسرناهم شهاب اللي كانوا موجودين كيما عبيد كيما الوهابي عبيد الوهابي وهابي مجاهد لاريرغوش توا يلعب في السليمان سري بون جوار فهمتي ولا ساسي الاكسيال ساسي. يعني مش سهله اسبيرونس الفول جيري ولا نعطيه فرصته ودبر راسه خليه راهو في برشلونه في الجمال عمر 16 17 سنه هذول انا الفو اوزي وكا ولا اكشفت انت عطيت الفو اوزي وعطيت عطيت زاد الفو دو جوي لهنا الكلام اللي قلناه لحنا المجبري ذولي تطور 18 بيانتو يعمل 18 هكا ولا بيانتو يعمل 18 مش يدخل نسميه حنا بعد لا لا مغشم اي من عام 2007 17 عام لا معناتها بيانتو قلت يعمل 18 الولايه هذايا الى بزوان خاطر مازال هو مش يكمل ليتاب نتاع الفورماسيون مش تكمل مش يدخل في البوست فورماسيون لكن في هذا الكل يدوا جوي فانا نيفو انا جو بريفير يلعب في النخبه يلعب في النخبه ويطلع
ويتدرب ويتدرب كلكو جور افيك ليكيب سينيور ميو كو يتدرب افيك ليكيب سينيور سون جوي باسكو الى 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 بزوان الولايات بور جوي باش ينجم يحسن من مستواه. فور سافوار لو جيري. اما النقطه لهنا باش نقول لك خويا سلام وزمني ناس كل تسمع بها راهو 2007 سي سيليكسيون كبيره برشا فيها دي جور دو كاليتي في الاسبيرونس في الكلوب في ليتوال في صفاقس خصوصي في ستاد تونيزيان دي جور في سي ابي دي جور دو كاليتي في الكوب افريكان دي جور دو كاليتي كبيره مهمشين 2007 عندهم عام وبعد رقدوا مش قاعدين يخدموا كان يدرب فيهم الزميل طارق المسعودي وبعديك يعني فايل مكتوب مع الفيدراسيون قاعد مهمش الليكيب هذيا الليكيب هذيا مهمشه توا عندها اكثر من 7 8 شهور مهمشه سي اسلام ونتمنى ان شاء الله مدير فني جديد يسميه مدرب ستاف تكنيك باش ترجع خاطر راهم من قصي فرضه كبيره على كل المستويات في كل حبيتنا نوصل